نفسي اسعد عيالي وخلي بنتي تخف، وعاوز من مؤاخذة بيتي تهدى علي. قال اسمع من السيد توفيق، شغال هي مهنتي من 86، بيتي تهدى علي وانا مش عارف ابني ولا اعمل اي حاجه، ولا عارف اعمل اي حاجه لنفسي. يعني مؤاخذة اعتبر عيالي كده ما قاعد ولا هي في الشارع، ومش عارف مش عارف اعمل ايه. انا نفسي اعيش مرتاح واشوف الدنيا في ايه زي الناس المرتاح، واشوف اللي انا نفسي الحاجه الحلوه اجيب احسن حاجه لعيالي. وعاوز برد الله، عايز اشتغل وعايز اكل عيش، بس مش عارف اعمل ايه. ماشي كده برد الله. انا عندي مؤاخذة 4 عيال وبنات ومش عارف ايه، ومش عارفين نقعد فين، وعيالي مؤاخذة مش راضيين. نفسي اخلي نفسي من كل عايشين مع بعضينا، وكل قلب على بعض ويحبوا بعض. احنا مش عارف، انا لغايه دلوقتي مش عارف اعمل اي حاجه لنفسي لعيالي لغايه دلوقتي. يعني مؤاخذه ما اجي انام التعبين بتنزل علينا، واللي براس وجع القلب. مش اوريت لك بيتي مش عارف اقعد فيه، ولا ليها معاش ولا لا اي حاجه. ومؤاخذه اللقمه بناكلها بالعافيه. يعني احنا عايزين كلنا بنحب بعض نرجع لمؤاخذه زي زمان، اللي هو الفقير نشيل بعضينا ونعيش بعضينا ونحب بعض، وكله نريح بعضينا. ما انا دلوقتي قاعد اهو في البيت ولا عارف اعمل اي حاجه لنفسي. لما كنت شغال الشغلانه دي كنت هتحب تشتغل ايه؟ هي دي ما اقدرش اسيبها، ما اقدرش استغنى عنها. بس ربنا قوينا ان شاء الله نقدر نعمل اللي نقدر عليه.